طبعا الورشة هذه أول ورشة على مستوى ليبيا كانت، طبعا شاركت في إنشاء حوالي 80 ورشة على مستوى الوطن، كذلك أشرفت على القيام بحوالي 157 دورة رجالية ونسائية، فتحنا فروع على جميع المناطق ليبيا، وشجعنا الورش المنزلية الخاصة بالأخوات. طبعا احنا نطمح ان تكون الفكرة هذه خارج ليبيا تنتشر، يعني حفاظا على كتاب الله. عندكش إضافة؟ إيش أنت بنزين تعمل؟ بيه كما تحب. زي شنو؟ الباقي الأمور الفنية تحدث عليها. الأمور الفنية كيف يعني؟ زي ما نقولك يعني. عملية تجنيد المصحف كيف تبدأ، وش المواد اللي تستخدموا فيه؟ كيف يا شيخ بدورة؟ تمويل من اللي أنت جهوداتي. هل في دعم؟ ما فيش دعم كذا؟ طبعا تمويل الورشة ده من أهل البر والإحسان طبعا. بعض الناس تساعد مساعدة مباشرة يعني معانا، طبعا هذا باش تعويض مثلا لطباعة الورق الفاقد افتراضيا. المصاحف الليبية كادت تندثر يعني بعد تسفيرها خارج ليبيا، فاحنا نطبع البدايات ونهاية المصحف الشريف، وكذلك يعني نقوم بالتزويد ورشتنا بالمواد الأولية، مثلا ورق خاص تغرية معينة، ومساهمة منا في مثلا إنشاء الدورات الثانية والورش الثانية، يعني الدورة المالية بالطريقة هذه.